النهاردة أنا مش لابسة أسود صدفة، النهاردة هكون فاشيستا. هنتكلم عن الدوتشي بناتو موسوليني والكاميتشي ناري. لا مش مقنعة أبقى فاشيستا خالص النهاردة. هنتكلم عن موسوليني والحزب الفاشي. بص بقى، احنا اتكلمنا عن لينين في طفولته والراجل يعني كان ماشي تمام قوي لحد ما حصل اللي حصل لاخوه، بدا يكشر عن انيابه. وبعدين اتكلمنا عن ستالين. ستالين ما بداش يتشقى قوي ويزور في ورق ويهرب ويسرق والحاجات دي غير يعني على قرب العشرين. هتلر ما حدش ذكر عليه حاجه غير ان هو كان طفل عنيد وعصبي يعني، لكن ما فيش ايه سوابق ويعني حاجات خطر عملها. موسوليني بنتكلم على طفل عنده 10 سنين. اول حاجه عملها وهو عنده 10 سنين ان هو تعدى على زميل من زمايله في المدرسه بمقص. رفضه، مامته ودته مدرسه كاثوليكيه عشان يتعود على الانضباط والصرامه. رفضه، راح تعدى على احد الباباوات، مش عارفه عملها ازاي دي. رفضه، راح لمدرسه ثالثه، تعدى على زميل من زمايله بسكينه. رفضه. المفروض طفل زي ده يتحط في اصلاحيه ونخلص منه خالص، في عنف فظيع يعني في سلوكه. انما اللي حصل ان هو كبر وبقى رئيس وزراء. رفضه. تعالوا نحكي الحكايه. ولد بناتو موسوليني يوم 29 يوليو 1883 لأب بيشتغل حداد وكان اشتراكي، وأم كاثوليكية بتشتغل مدرسة. الأم كانت متدينة جدا والأب ما كانش له أي علاقة بالدين، وكان بياخد موسوليني معاه في اجتماعاته في الحزب الاشتراكي علشان موسوليني ينمو في الأجواء دي ويتبنى الفكر الاشتراكي لما يكبر. وهو صغير بعيد عن السكاكين والمقصات بتاعته دي، لكن ما كانش بيقبل الهزيمة يعني، حتى بيحكى يعني لما كان بيلعب مع زمايله استغماية أو حاجة يعني لعبة بسيطة، ما كانش بيقبل خالص ان هو يتهزم. لو كان حصل يعني واتهزم في لعبة مع زمايله كان ممكن يتعدى عليهم بالضرب ويدخل في شغب قوي جدا يعني، فهو كان طفل عنيف. لما كبر كمل بقى في الشغب ده في خناقات الشوارع، كان عادي جدا هو ممكن يشتبك مع ناس في الشارع ويضربهم وبوكسات، وعادي يعني كان شخصية عنيفة وبتحب المواجهة، وبيدوروا ويقولوا فين موسوليني يا جماعة، يلاقوه مشتبك مع ناس في الشارع بالدار. موسوليني كان وسيم وجذاب الى حد كبير، وكان الكاريزما بتاعته معينه قوي وقبضايا كده يعني، بديهي الشخصيه دي ممكن تكون بتجذب الستات، وهو كان طالع لباباه ليه في موضوع الستات. موسوليني كان بيدوس في اي حاجه يعني، واحيانا ما كانش بيميز ما بين الست المتزوجه والغير متزوجه، ولما كان يعني بيحصل وفي زوج يشتبك مع موسوليني، موسوليني يقف برده ويدخل معاه في خناقه شارع ويضربه، لحد ما وقع مع واحدة متزوجة من واحد قائد عسكري. المصادر مختلفة سبب سفر موسوليني في 1902 لسويسرا. مصادر بتقول انه بسبب موضوع القائد بتاع الجيش ده فهو تقريبا هرب لانه معرفش طبعا يواجه هذا القائد، وفي سبب تاني بيقول ان هو هرب من خدمة الجيش. قبل ما موسوليني يسافر سويسرا اشتغل في ايطاليا مدرس، دي كانت اول مهنة امتحانها. الله اعلم هو كان بيعلم ايه للاطفال على الكاريزما اللي احنا بنحكي عليها دي، بس الحمد لله ان هو ما كملش وسافر سويسرا. الحال ما كانش ولا بد خالص، كان في فقر بقى لانه هو مش لاقي شغلانه يكسب منها عيش بشكل ثابت، وانخرط مع الاشتراكيين في اجتماعاتهم ونشاطاتهم وافكارهم هناك. ذكر موسوليني في مذكراته انه كان علشان يحصل على اكل كان بيضطر ان هو يسرقه، ولو حد قاومه خصوصا الستات كان بيشتبك معهم وبيخنقهم. ترجمة ما اسعفتناش قوي يعني نفهم الخنق ده حتى الموت ولا بس برضو اشتباك يعني بيخوفهم لحد ما ياخد الاكل وخلاص. بيرجع موسوليني في 1904 لايطاليا، وفي 1906 بينضم للجيش لتأدية الخدمة العسكرية. نفس قصة هتلر بالظبط في ارتباطه بأمه، موسوليني برضو بيحب أمه وهي حبه الأول والأخير والعيش الأبدي، فلما بتتوفى الحياة تسود في وش موسوليني جدا. وبسبب وفاة أمه مش بيكمل فترة الجيش، وبينتج عن ده أنه الإصلاح والتهذيب بتاعة الحياة العسكرية مش بتؤثر قوي في شخصية موسوليني. وإن كان هتلر بيحب الرسم من صغره، فموسوليني كان بيحب الكتابة والأدب، والكتابة هتبقى نقطة قوته بعد كده في التأثير على العامة. 1909 بقى سكرتير الحزب الاشتراكي في ترنت، كانت ساعتها تابعة للنمسا والمجر، ورأس جريدة الحزب اللي اسمها أفانتي. وفي 1911 كان ضد احتلال إيطاليا لليبيا. الاشتراكيين بشكل عام بيبقوا ضد الحرب، لأنه الحرب دي بتبقى قايمة على الفكر الرأسمالي، الاعتماد على موارد الآخر، سواء بقى دولة كبيرة بتعتمد على موارد دولة أخرى، أو أفراد بيعتمدوا على موارد أو مجهود
الحركات البروليتارية أو الطبقات البروليتارية. وعبر عن الموضوع ده الكاتب المسرحي أرثر ميلر في مسرحيته All My Sons لما حكى عن البطل بتاعه جو كيلر اللي كان بيحقق مكاسب خرافية من وراء الحرب وكان بيعمل صفقات فاسدة وما كانش همه خالص الشباب اللي بيموت من وراء الكسب اللي هو بيكسبه ده. ولما جه يتسأل قانونيا ضحى بشريك عمره عادي يدخله السجن، فكان عنده هستيريا في ان هو يعمل فلوس ويكسب فلوس كتيرة من وراء الحرب ومش سائل خالص في الناس اللي بتموت من وراء او المآسي يعني اللي بتحصل من وراء الحرب. وفي الاخر طبعا نتج عن هذا انه ابنه راح يعني مع الشباب اللي راحوا، فبعد كده عاقب نفسه وضرب نفسه بالنار. يعني أرثر ميلر عمل ملحمة عظيمة جدا في المسرحية دي عشان يعبر عن الناس اللي بتكسب فلوس طائلة من وراء مأساويات الآخرين ومأساة الحرب. فالاشتراكيين بيكونوا ضد ده لأن هم ليهم شعار يا عمال العالم اتحدوا، فما ينفعش بيقولوا كده وبعدين عمال العالم يروحوا يتطوعوا في الجيش ويقتلوا بعض قصاد بعض في جيوش بلادهم اللي بتبقى قصدها أنها تعتمد على موارد وأنها تكسب فلوس من وراء موت بني أدمين. فكانوا الاشتراكيين أنتي وور، ضد الحرب والشيوعيين. فعشان كده لينين خرج من الحرب، روزا لوكسمبرغ وكارل بيكنشت كانوا ضد الحرب، وطبيعي جدا ان موسوليني هيبقى ضد الحرب او الاحتلال، فكرة ان احنا بنعتمد او بنمص دم ناس تانية، فهو كان واقف ضد الموضوع ده كونه اشتراكي يساري. ففي 1911 موسوليني بدأ يلفت نظر الناس بسبب الشغب اللي هو بدأ يعمله بالمظاهرات ولما اتسجن والمقالات اللي كتبها دي، فاليسار بدأ يحس ان هو نجمه بيسطع كل شوية والناس بدأت يعني تلتفت له، وانه بالكاريزما بتاعته دي والشغب وان هو قلبه ميت ما بيهموش وبيفرض رأيه في اي حاجة. الحرب قامت في 1914، المفروض موسوليني كواحد اشتراكي يساري هو ضد الحرب، فكان مع حيادية ايطاليا. احنا حكينا انه ايطاليا مضت مع الحلفاء والمركز. ففي 1915 انضم موسوليني للجيش ودخل ووصل لرتبة عريف، اي كوربرل يعني زي هتلر بالظبط. فجأة كده بدون اي مقدمات حصلت نقطة تحول لموسوليني على ارض المعركة. فكرة بقى ان هو ايطاليا والامجاد بتاعت الطليان ونرجع والقومية والايجو الايطالي ما تتكسرش ويلا وبتاع، فبدأ يشجع الناس من خلال مقالاته ومذكراته اللي بيكتبها عن الحرب من خلال جريدة افانتي انه الناس تتطوع للجيش. اليساريين اتخضوا، في ايه؟ احنا ضد الحرب، انت بتعمل ايه؟ انت بتشجع الناس، احنا مفروض نوقف الحرب او ما نشاركش فيها ونكون على الحياد، انت رايح بتعمل عكس اللي احنا مفروض ده يعني عكس فكرنا تماما. مفيش، بدأ برضو عمال يقول للناس ويلا وتطوعوا والجيش وإيطاليا والقومية والبتاع. فاشتبكوا مع بعض، راح يعني في مصادر تقول هو اترفد من الحزب الاشتراكي ومن الجريدة، وفي مصادر تانية تقول هو قدم استقالته عشان يستقل. استمر موسوليني إلا أن حصل حادث، الخندق بتاعه اتفجر، زمايله ماتوا موتات وحشة جدا وهو حصلت له إصابات بالغة، فدخلوه في عمليات وفترة علاج وكده، يعني الموضوع أخد وقت طويل، فرجعوه البيت وقالوا له أنت تمام كده. إنما موسوليني مش هيقف لحد هنا، ومن على فراش المرض بدأ موسوليني كتابات مختلفة تماما بتتكلم عن القومية والوطنية. احنا هنا بنتكلم في نقطة تحول من اليسار لليمين، ده فكر يمين بحت، وبدأ جريدته الخاصة اسمها البوبولو دي إيطاليا، معناها شعب إيطاليا أو أهل إيطاليا يعني، ودي هتستمر معنا 29 سنة. وهنا بدأوا يظهروا الفرنساويين والإنجليز بيدعموا موسوليني بالفلوس. وفي مارس 1919 أسس موسوليني حزبه الفاشي بشكل رسمي، وده هيستمر معانا 21 سنة. رغم انه ايطاليا كانت من ضمن الحلفاء يعني مفروض ان هي كسبت زيهم، لكن حالها كان زي الدول اللي اتهزمت. عندنا خسارة عسكرية مدوية، خسارة بشعة في الارواح البشرية خصوصا من الجيش، بطالة، ديون، وخسارة مادية. حال ايطاليا كان صعب جدا، فطبعا القوميين الوطنيين هيزعلوا، من ضمنهم موسوليني. ففي معاهدة فرساي حاول رئيس الوزراء فيتوريو اورلاندو يطلع باي مصلحة مفروض لإيطاليا، لكنه فشل فقفش وسابهم ومشي. ففي الموضوع ده أورلاندو تشال فيها ونزل موسوليني الانتخابات، كان المفروض ان هو يكسب لانه هو بدأ يعني يعمل شعبية شوية من خلال كتاباته، لكنه ما كسبش ولا كرسي. اليساريين بقوا الاشتراكيين والشيوعيين فرحوا فيه قوي، وساعتها كانت إيطاليا برضو متأثرة بالبلاشفة ولينين وستالين زي بقية الدول كلها في الفترة دي. فالاشتراكيين واليساريين هم اللي كسبوا تلت البرلمان، 3 سنين بـ4 رؤساء وزراء، محدش عارف يعمل حاجة، وحال إيطاليا مايل خالص
والقوميين والوطنيين وكل اليمين بقى عمالين في حالة غليان مش طايقين روحهم. الحزب الفاشي برئاسة الدوتشي بنيتو موسوليني جابوا آخرهم، دوتشي معناها قائد، قالوا بقى ما بدهاش نجيب حقنا بدراعنا. احنا ما مش نتكلم على اعضاء حزب الفاشي يعني لابسين بدل كده وشنطه ورايحين من حزب وجايين من حزب، لا احنا بنتكلم على مجموعه ناس شبه موسوليني بالظبط، بتوع خناقات شوارع على شويه جنود مفصوله حاجه يعني، كلهم في قلب بعض كده قبضيات، قرروا ان هم يلبسوا زي اسود ويسموا نفسهم كاميتشي ناري. كاميتشي يعني قمصان، ناري يعني اسود، يبقوا اصحاب القمصان السوداء. اللي ما يعجبهمش بيضرب عادي جدا، يعني هنتناقش مع بعض بقى وديمقراطيه وبتاع، لا خالص. اللي ما عجبناش او اللي هيقف ضدنا هنمسكه نضربه في الشارع، مفيش هزار. لحد ما اخدوا 35 كرسي في البرلمان من 335، يعني اصبح ليهم وجود على الارض وفي المجال السياسي بشكل واضح. والبوليس كان سايب القمصان السوداء ان هم يضربوا ويعملوا، لانه كان متعاطف معاهم بسبب الهزيمه اللي ايطاليا فيها يعني، فما كانش في حسم قوي قوي، فكانوا مطلوقين في الشارع. دلوقتي موسوليني بقى في مركز قوة، هو بيتكلم ان هو له يد وله مكانة وقادر ان هو يواجه خصومه من اليسار والاشتراكيين. هو بقى مش بنتكلم على واحد يمين عادي بقى، فيش يعني مش قومية عادية، احنا بنتكلم على يمين متطرف اناركي اللي هو بيفرض رأيه بالعنف، يعني اللي مش عاجبه هيضرب. هو موسوليني داخل الدخلة دي وبدأ يتحط في مكانة الزعيم، لانه هو لسان حاله بالبادي لانجويج هو كان عامل زي هتلر ولينين، ويزيد عليهم انه هو لغة جسده كانت قوية، يعني اللي هو اللي بيخاف يروح ما بيهزرش، يعني اللي هيتعرض له هضربه، هو ده التون بتاعه في خطاباته، مش مخبي على حد ولا بيحاول ان هو يجمل، لا خالص بقى احنا اتهزمنا وحالنا وحش وبتاع، فانا اللي هيجي جنبي هعوره كده، يعني ده لسان حال موسوليني. وهو ده بالظبط اللي حصل في 24 اكتوبر 1922. الدوتشي بنيتو موسوليني طلع وقالها صريحة جدا في خطاب ان الحكومة لازم تسلم له السلطة، ولو ده مش هيحصل هو هيعرف ياخد السلطة بنفسه، ولقد أعذر من أنذر. موسوليني قال الكلمتين دول في الخطاب وبدأت رجالته تزحف على روما، هما خلاص يعني واخدين القرار مع نفسه. كان في ساعتها رئيس وزراء اسمه لويجي فاكتا، قال طيب انا هظبط كده وهماين الامور وهديله منصب حكومي. موسوليني قال له لا انا عايز رئاسة الوزراء. ساعتها الملك قلق، حرب اهليه ممكن تقوم، فراح قال تمام خلاص، راح عازل فاكتا وحاطط مكانه موسوليني. موسوليني هنا اصبح رئيس الوزراء، رئيس وزراء وزير خارجية، والحزب بتاعه مسيطر على البرلمان، يعني كده السلطة رسمي في ايده. والحتة دي بقى اللي ألهمت هتلر في ان هو ازاي يسيطر على الحكم. لما موسوليني عمل كده هتلر جات له الفكرة، قال عفارم انا هعمل زيه بالظبط. والكاميتشي ناري اصحاب القمصان السوداء موقفوش بس عند فكرة ان هما اللي ما يعجبهمش بيضربوه، احنا دخلنا في مرحلة القتل. اي خصم للدوتشي بنيتو موسوليني بيتقتل وش كده ومحدش يقدر يتكلم، واي حد يستشعره انه ضد مش مع الفاشية ولاؤه مش كامل للفاشية بيتقتل عادي جدا. طبعا موسوليني فوق في السلطة عامل نفسه ما اخدش خبر، يعني لما خصمه يتقتل يقول لهم يا ساتر يا رب انا ما كنتش اعرف مين اللي قتل وحاجات كده، لكن الناس في الشارع عارفة. فبين مؤيد للفاشية تماما من غير ما يفكر او ناس خايفة. بدأ عصر جديد من الديكتاتورية في ايطاليا، ورسالة موسوليني للعامة امنوا اطيعوا حاربوا، وحب الوطن من حب القائد، يعني اللي مش بيحب القائد مش بيحب وطنه ويستحق القتل لانه خاين. والفاشيين في كل حتة جواسيس على الناس، واللي شاكك ان اللي جنبه مش بيحب الفاشية او معارض او يعني هواه كده مش جايبه على الفاشية بيبلغوا عنه وبيتقتل على طول. ولغى كل الاحزاب واي حد يعبر عن رأيه في اي وسيلة، والبروباجندا كانت شغالة سواء في الصحف او في الراديوهات في جميع انحاء العالم للفاشية. في كتاب بقراه حاليا هو لسه ما خلصتوش يعني علشان اعمل فيه تحليل ادبي، ده مجالي الاصلي اصلا، لكن انا حقيقي مستمتعة قوي لان هو بيحكي عن اللي احنا بنحكي فيه ده، لانه الراوية من اصول ايطالية، الام ايطالية والاب مصري، وبيحكي عن فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى، فبتحكي عن انه جدها كان من الاشتراكيين في ايطاليا، تعرض للكاميتشي ناري القمصان السوداء، وان هما بتشبههم الروايه. هو الكتاب اسمه المولوده،
فبتشبههم انه كانوا عاملين زي البلدية، فكرة انه لما حد يلقط القمصان السوداء داخلة شارع ضيق او حارة او بيجروا ورا الشباب هنا او هنا، فكله بيروح يقفل ويستخبى ويطمس هويته لو هو اشتراكي ويداري الاعلام الاشتراكية. كانوا بيكسروا محلات، يضربوا ناس، وما كانش بيهمهم السن. يعني جد البنت نفسها بتحكي ان هو كان عنده اصابة بالشلل وكان كبير في السن، ما كانش بيفرق معهم خالص، كانوا ينزلوا فيه ضرب وولاده يروحوا ياخدوه يعني مرمي في الارض. فالاحداث دي هي ذكرها بالتفصيل، الطليان عاشوا ازاي في ايطاليا الفاشيه. ونتج عن هذا انه الشباب بعد كده بدا يهرب لبلاد تانية، من ضمنها ان الام جت مصر وتزوجت من مصري وعاشت وخلفت بعد كده يعني في مصر. والغريب والعجيب انه موسوليني اللي كان ضد احتلال ليبيا في سنه 1911 هو اللي يكون مع احتلال ليبيا وإثيوبيا في سنة 1935، وطبعا دعم الحرب الأهلية في أسبانيا. كل الأفكار اتغيرت، وفي سنة 39 عمل المعاهدة اللي هي اسمها Pact of Steel مع الفيورا أدولف هتلر. مش هنسبق الأحداث، هنقف هنا، لكن اللي عايزين نطلع منه من الفيديو ده إنه موسوليني كان اشتراكي يساري وتحول إلى يميني متطرف أناركي. الفاشية بتقع على البوليتيكال سبكترم أقصى اليمين. تاني حاجة، طريقة حصوله على الحكم، هو ما دخلش انتخابات ولا قال للناس لو سمحتوا انتخبوني أنا زعيم كويس، هو حصل على الحكم بنفسه، وهو ده بالظبط اللي هتلر هيعمله. لكن في الفيديو اللي جاي بقى احنا عايزين نتكلم اكتر على موضوع اللي اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات، موضوع انه هتلر يساري ولا يميني، كان مع لينين وستالين ولا بيميل ناحية موسوليني، تفتكروا ايه؟ هنشوف الموضوع ده الفيديو اللي جاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.